قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل هي أعظم عمل، كما أن الداعية لله تعالى هو أعظم عامل، كما بيّنت هذه الآية وشرحها الشيخ العسيمين رحمه الله تعالى. ولكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى شروط وأشياء لابد أن تتوفر في الداعية، وهي أولا العلم، أن يكون عالما بما يدعو إليه، ولا يشترط أن يكون عالما بكل جوانب الإسلام وجوانب العلم لكي يكون داعية، هذا لا يشترط، وإنما يشترط أن يكون عالما لما يدعو إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري الحديث: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأيضا من الضوابط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو الداعي على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ويكون أسلوبه كذلك. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه هي مراتب الدعوة إلى الله عز وجل، والحكمة هي وضع الأمور في نصابها، فما احتاج إلى شدة يشد، وما احتاج إلى لين يلان فيه، وهذه الحكمة. والموعظة الحسنة بالتذكير والوعظ بالقرآن، قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحكمة كما سميت في الكتاب الكريم. وأن لا يكون ذلك إلا بفهم السلف الصالح، وهذا هو السبب ضلال جميع الجماعات والأحزاب الضالة والمنحرفة، أنها أرادت أن تدعو إلى الكتاب والسنة ولكن بفهمها وليس بفهم السلف الذين أولهم الصحابة. قال الشيخ الفوزان: والصحابة هم أفضل الناس فهما للكتاب والسنة، لأنهم درسوا، لأنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم أكثر الناس فهما لدين الله، وأكثر الناس فهما لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضوابط الدعوة وشروطها وأركانها أن يعرف الداعي أهم شيء يدعو إليه، وهو التوحيد، وهو التوحيد، لأن الله تعالى لما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عن سبيل وطريقة الرسل جميعا بما في محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الجماعات والدعاة الذين لا يجعلون التوحيد أكثر شيء في دعوتهم والنهي عن الشرك أعظم شيء في دعوتهم، هؤلاء على ضلال، سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا. فجماعة الأخوان المسلمين بجميع طوائفها وأجنحتها، من السرورية جناح عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم والصادق عبد الله وسليمان أبو نارو وغيره، كل هؤلاء على ضلال، لأنهم لا يجعلون التوحيد أكبر همهم في الدعوة، فهم على ضلال. وجماعة التبليغ أيضا على ضلال، وهي من الفرق النارية، كما أن الأخوان المسلمين من الفرق النارية، كما أفتى بذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فجماعة التبليغ
تركز في دعوتها على فضائل الأعمال أكثر من توحيد الألوهية والعبادة، وهذا ليس سبيل الأنبياء والمرسلين وليس سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتركز في كلامها إذا تكلمت في التوحيد على الربوبية، وقد وحده أبو جهل وأبو لهب والمشركون الأوائل وهم كفر مع ذلك، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكيب بتلقى التبليغي عامل عمته بيضنبين يقف قدام الناس يقول لك الله خلق التراب أي، وخلق السماء والجبل أي، وخلق الغنماء صح، لكن الذي خلق هذه الأشياء أمر بأن يفرد بالعبادة، دي ما بقولة، وأن لا يشرك معه في العبادة لو توحيد الألوهية والنهي عن الشرك، دي ما بقولة. عشان كده من تناقش بلاغات ذاته ما تقول لي أنتم ما بتدعوا للتوحيد، هو بليد، فهموا إنه التوحيد الله خلق السماء والأرض وكده، ده هو التوحيد كله، فهموا كده. أنت قول لي أنت ما بتنهى عن الشرك، عرفتها؟ قول لي أنتم ما بتنهوا عن الشرك، ما قاعد تتكلم في الجباب والأضرحة والحجبات والتمائم، ما قاعد تتكلم في الصوفية، ما قاعد تتكلم في عبادة القبور، ما كده يا دوب يتوقع عليه المعلومة كويس وبتحرجه قدام الناس. قول لي الرسول ربنا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت أول حاجة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أقول أنت ما قاعد تنهى عن عبادة الطاغوت، ما قاعد تنهى عن الشرك، ما قاعد تتكلم عن شرك الصوفية الحاصلة. وكذلك السرورية ما عرفوا من التوحيد إلا موضوع الحاكمية كما ذكر الشيخ الفوزان في شرحه لكشف الشبهات، بس الحاكمية. قال الشيخ الفوزان من الناس من همهم كله الدعوة للحاكمية، قال نقول لهم إذا وحد الناس بالحاكمية وتركوا باقي أنواع التوحيد الألوهية وكذا وكذا لما صاروا مسلمين ذات كفار لسا خلاص. وأما الصوفية فهم الذين ينشرون الشرك والكفر الصراح البواح الواضح، زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي إلى أن قال وإن قلت كن يكن، فهذا كفر واضح وليس وراءه كفر أصلا. أما جماعة أنصار السنة المحمدية فهي صارت فرعا من فروع جماعة الإخوان المسلمين، والله كلام ده قد يستغربوا له الناس، لكن الليلة عندك ناس المركز العام قالوا تكريم شيخ الطريقة السمانية، كرموا في المركز العام، حتى شيخ الطريقة السمانية ذاته استغرب اتمحن قال إن تكريمي ما موجود، موثق الكلام، إن تكريمي من جماعة أنصار السنة كان حاجة جميلة جدا قال، لأنه يدل قال على وحدة الصف بين الصوفية وأنصار السنة، ناس بيقولوا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا أو قال لحرمتنا، كل كفر ده وحدة الصف بينه وبين أنصار السنة كيف. أما ناس الإصلاح فجزاهم الله خير طفشوا مشوا للسرورية، بقوا شغالين مع التكفيرين مع السرورية، ومش عبد الحي دخل فيهم، هم دخلوا في عبد الحي. أي تعالوا قدام المحل ده فاضي عشان نازل يقعد. الصحن من أيوة. مرتضى منو؟ مرتضى وين؟ فضيعوا الدين يا جماعة، حتى نحن من طلعنا الكتاب في الرد على عبد الحيوسف أنصار السنة كلهم قاموا فنجطوا أكثر من عبد الحيوسف نفسه، والله إذا هذه حاجة كانت تمحن وحاجة كانت تحير صراحة. ليه؟ لأنه اللي هو الرئيس الآن الحالي بتاع الإصلاح اسمه عبد الكريم قال لي أخذ دعمي كله بيجي عن طريق عبد الحي، بكتابكم ده أحرجت الجماعة وهددت مستقبل الجماعة، والله مسجل الكلام ده الرئيس الآن. أما نائب الرئيس محمد الأمين إسماعيل الآن أعلن لدرس بدأ، الدرس بدأ تقريبا كله أربعاء في مسجد السلام الطائف شرحي كتاب في ظلال القرآن، وده موثق عندي، وثقنا من اليافطة بتاعت المنبر ذات الخلفية الوراء، وظلال القرآن الكتاب ده بن باز قال ينبغي أن يحرق
أي لأنه الكتاب ده فيه كفر عجيب مرة واحدة، كفر عديل كده، وسب للأنبياء وإنكار لصفات الله عز وجل والاستواء وصفة الاستواء والعلو، وسب للرسل وسب للصحابة لعثمان بن عفان وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبي سفيان، سب لهؤلاء الصحابة. فده بدرسوا هذا المجرم البليد بدرسوا للناس. عشان كده وزمان أفتى فتوى قال شنو؟ قال كتاب الظلال شنو يا جماعة؟ كتاب قيم جدا. قام استدرك كده قال في مجالي ما عنده أي مجال، كله باطل كله باطل خلاص. قال لكن جنى علي كثير من الناس، والناس ذي المردين ما ناس، ذي العلماء يا أخي، علماء ربانيين، ذي الشيخ الألباني وابن باز والعسيمين والفوزان والشيخ ربيع وغيره من العلماء، ديل هم سماهم جنات كثير من الناس، يعني زي لعبة الكورة. ده محمد الأمين إسماعيل ده نائب رئيس الجماعة الليلة، الرئيس ما نافع والنائب ما نافع وكله تع ذاته ما نافع والله العظيم، إلا من رحم الله يكون زول جاهل طافش له في بادية بعيدة قال أنا أنصار سنة ما أعرف الرؤساء ديل بيسووا شنو، لكن الرؤساء ديل جهلة وعلى بدعة عرفتها. والزول الطافش ده ذاته لو سمع كلامنا ده قامت عليه الحجة وبرضه متعصب لهم برضه معهم، ما هو في النهاية حجة، لو قامت عليه برضه شنو برضه معهم، انت قاعد ليه جوا قاعد متحكر قاعد. طيب انا في ختام كلامي داير اجرح 4 اشخاص، ونحن نعلم ان الجرح والتعديل من اصول الاسلام كما ذكر الامام الالباني وذكر السلف الصالح من قبله، قالوا كانوا لا يسألون عن شنو الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فلما يحصل فتن وبلاوي يجب وجوبا عينيا على الدعاة انهم يبينوا ويجرحوا من يستحق الجرح ويعدلوا من يستحق التعديل، لكن بدليل. بدليل اول واحد محمد مصطفى عبد القادر، لانه عنده وجود هنا بيجي في الدرس الحلفايه كان ما عارف وقف ولا شغال ولا في بهنا وبهنا، الرجل ده رجل منحرف لانه سب الصحابه وقال ما بتوب. الانسان ممكن يغلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، لكن قال وخير الخطائين التوبون. ممكن تغلط كبشر كإنسان لأنك أنت ما معصوم، لكن إذا أخطأت يجب عليك تبادر بالتوبة والله بيغفر لك، لكن تقول ما بتوب والعلماء ينصحوك، الفوزان نصح ورد عليه، محمد بن هادي، الشيخ عبيد الجابري حفظهم الله جميعا، يقوم يمسك ينبزهم تزول مجرم ومنحرف بس خلاص. سب الصحابة قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة، نصحناه وما بزول يقول ما نصحناه، شهر كامل أنا وشيخ أبو بكر وشهاب ومعز ومين بنمشي له ونشيل الكتب معاذ زلابي والشاي ونعزم عشوين عشان يتوب وندردق له الكلام تدردق يا شيخ كده قرينا الكتاب حتى يمكن ما في منه، لا 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 قريته قبل 20 سنة خدت الكتاب عارف هاي اقتتلوا بالسلطة. تقول مجرم ساكت تقول متكبر على الحق، والكبر بطر الحق وغمط الناس، ونحن ما صوفية يا جماعة نبرك لنا تحت رجلين شيخ أخطأ نخطئ وأصاب نصيب عرفت؟ فزول ده زول منحرف لأنه سب الصحابة، هسا لو زول سب أبوك ساكت بتكردم وبتحنبك وتاني ما بتسلم عليهم وممكن تبدع مع أنه هو مبتدع لكن سب أبوك خلاص. فده زول سب الصحابة قال اقتتلوا بالسلطة وقال دايرين كانوا جزء منه من الصحابة دايرين الدنيا ودارين الملك ودارين الخلافة واقتتلوا من أجل السلطة والملك والخلافة، قال كله جائز لو قلت. قال واتحدى بالكلام ده الصحابة اقتتلوا بالسلطة صراحة السعودية كلها، ويقصد منه بالسعودية العلماء. فده رجل منحرف والله. زيد لها انت ما ولا المركز العام، مركز العام بكرم الصوفية، كرم الصايم ديمة وكرم بتاع السمانية برضو، واسماعيل عثمان سألوا عن التصوف في الجريدة قال التصوف موجود داخل القرآن ذاته. يا تؤايا يا دكتور، يا تؤايا يا بليد، يا تؤايا دي الله قال يا أيها الذين أمنوا ابقوا صوفية، يا ته دي ده كذب على الله ذاته كده يخلي موضع التصوف. إسماعيل عثمان كذب على الله إنه الله في كتابه ذكر الصوفية دخل الصوفية، يا تؤايا دي وده أخطر كلام لو أنت فاهم، كونه زول يكذب على القرآن ويقول التصوف موجود داخل القرآن ده زول مجرم منافق بس اللي اسمه الدكتور إسماعيل عثمان. والآن اتلموا كلهم المركز والإصلاح والصافية وتاني شنو والجمعية كلهم اجتمعوا في اللاماب بعشاء، مجرد عشاء
لما بين الأقطاب كانت متناحرة. قال والله نحن دكتور خالد والهواري، الهواري قال الخلافات البناتنا كلها صافية والمركز والجمعية والإصلاح، قال كانت خلافات في مسائل اجتهادية يعني يسوق فيها الخلاف. داش أنا عشا صحن بتاع طحنية يضيع القضية، قال كده. وأيدونا دكتور خالد ومعه مختار البدري الذي يسب العلماء، دل بيسب العلماء مش نحن، يسب الفوزان، يقول عنده تكفير، ويقول ربيع ما عالم ولا يحسن قراءة القرآن من المصحف، ده الصعلوك ده اسمه مختار البدري، ويقول الكفر كله تكذيب، وده من أصول مذهب المرجئة، عشان كده العلماء ضللوا. ومختار البدري تكفيري أصلا، هو التكفيري، عنده نونية مكفر فيها ناس السعودية، الحكومة السعودية، وما تاب منها لليلة. الإمام النجمي ألف فيه كتاب كامل ضحت شبهات البدري المفتري، تأليف الإمام العلامة النجمي رحمه الله تعالى. انت قال الكلام ده كلام صغير، ده كلام كبار يا زول. لموه ناس المركز بقيادة دكتور خالد، والإصلاح بقيادة الهواري، والجمعية بقيادة العدسي، قعدوا كلهم قالوا والله خلافاتنا كلها جاوزناه وكده، فتلموا تاني من جديد، لأنه الباطل واحد وخلافاته ما كانت في دين. داك ليه اشتروا له عربية ابو الكبين بودي بها مرت، ده ليه ده مكتب مكيف وانا ما ادوني الشغلة كلها، ظهرت انها دنيا ما دين. فهمت الحاصل انت؟ ده الحاصل. فده اول واحد محمد صلاح عبد القادر انا بجرحه ليك وبتكلم دليل، لانه قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة، ربنا قال عن الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صادقين، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله قال ما دايرين دنيا، محمد مصطفى قالوا دايرين الدنيا، وكتلوا بعض من أجل الدنيا والسلطة والخلافة والملك والإمارة، وما تاب لليلة. أيوب مين؟ أيوب موسى عمرو القاوين ما عارفه بسامراء غادي، سألوه عن الموضوع ده قال محمد مصطفى تاب. تاب وين؟ تحت السرير؟ أنت بتكذب على منو يعني؟ زول قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة وتحدى السعودية وتحدى السعودية وما بتوب، ما قال ولا ما قال؟ هسه نسمع كلام فيديو صورة وصور محمد مصطفى عبد القادر، كيف تكذب على الناس تقول تاب؟ وأي عصبية هذه؟ تقلد الشيخ، تحاكيه، تكذب من أجله، عمل أيوب ذاته ما تاب، خلي محمد مصطفى. بعد محمد مصطفى قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة ردينا عليه في معرض الخرطوم الدولي في الغاعة هناك، عملوا محاضرة أيوب ومعاه مين؟ أحمد عباس ومعاه مين تاني؟ صلاح جودة، كلهم أرزقية ساكن، ناس أرزقية مرتزقة، دول بصحن عشاء ممكن تغير له دينه كله، صحن بس بتاع عشاء وكوباية بتاعت ليمون، وأنا ما أعرف دايته دين ذاته، عرفت كلامي؟ ناس هم كل عرفتها؟ اتلموا عملوا محاضرة قالوا الصحابة اقتتلوا بالسلطة، أنا أرجع على العصبية، أنت ترد علينا، أنت ترد على الصحابة يا مجرم، يا مجرم، تقف يوم القيامة هناك، تمشي وين أنت بعد؟ ما قاعد ترد علينا، ولا نحن فاضيين لك، ولا قاعد نتأثر بك، والصحابة أولى بذلك، ما بيتأثروا بك، بل دي حسنات في ميزان حسنات الصحابة، رضوان الله عليهم، أنت بتنبذهم في مسجد محمد مصطفى إرضاء لشيخك. لشيخك. عرفت كلامي؟ وليه زولك اللي انت بتتعصب له وبتنفذ الصحابه من اجل الشيخ يا مجرم يا ايوب ويا احمد عباس ويا غيره. محمد مصطفى الان قالوا فقد البوصله مره، اخر حاجه رد على ناس الحله، حله ساكن ناس عوام نبذوا متفله وما شفتوها؟ رافعينها كمان في اليوتيوب يا ناس مربع خمسه توف يا ناس ما شفتها انت؟ اي قال لك توف ونبذ ناس الجزيره، عرب الجزيره وجايين بلواري وانا قال والله زي ده عشان تعرف وزول فقد البوصلة النهائي. قال انا سيد البلد، خلاص يا الهلال، قال انا سيد البلد وديك باطلة ذاتها بالهلال، قال انا سيد البلد وبيتنا قال بيفتح على بنك السودان 1000 متر، قال انا ساكن المقرن، انت قال اني عربي جزيرة، قال شو وزول ده مجرم ينبذ الاجناس كيف؟ والطعن في النسب ده من الجاهلية كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، من الطعن في النسب انك تقول لزول تطعن في نسب من ابوه انه تقول يعني ولد زنا او بالمعنى، وصحيح فتح المجد قال ويدخل فيه عيب النسب، كلام عصبة ده يدخل فيه ذاته، ده صحيح فتح المجد ذكر ذلك. بعد ذاك مشى رد على منه؟ رد على بتاع الفول اللي هو الدكان اللي عنده فول الغربة جامع، ده قبله امبارح
ذاك بتاع الدكان اللي قال لقى شوف على الخلوه مطرفين، قال لهم يا اخي الشيخ ده ما حتستفيدوا منه حاجه، شيلوا شنطكم وامشوا اهلكم. نصحهم ولا ما نصحهم؟ نصحهم. قام الخبر بلغ الزول ده، مسك المايك، تخيل كلام ده بعد الصبح، يا بتاع الفول يا عاطل توف وبتاع الرامي العجيب خلاص. فعمك ده فقد البوصله النهائي، عرفتها؟ وديل جارين وراه، ديل جارين وراه، ايوه ما عارف ليك سجم رماد جارين ورا زول. والله انا بستغرب زول يتعصب لشيخه لحد ما يحصل مفترق طرق، اما الشيخ اما الصحابه، اما الشيخ اما الصحابه، يختار الشيخ يسب الصحابه، يرضى للشيخ. والله ده ما دين، والله ده ما دين، ولا عنده علاقه، خليه بالسلفيه. الفعل ده ما عنده علاقه بدين الاسلام اصلا جمله وتفصيل. الفعل ده دي افعال يا اخي باطله يا اخي، تسب الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في اصحابي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. الثاني، شخص الثاني المجروح، وليد ادريس عبد الله. يمكن هنا في ناس جايين من برا من الخرطوم ما يعرفوه، ابي يعرفوني ناس السمراء بدر وشاب. الرجل ده نحن استقمنا بعد الله على يدينه خلاص في مسجد السوق، مسجد السوق بتاع سامراب. كان بيحذرنا في المسجد الغربي وفي المسجد مربع محطة واحد من السرورية والتعاون مع السرورية، لما نبكي بدموع والله الذي لا إله غيره. ويقول ليه محمد الأمين إسماعيل وغيره يمشي مع السرورية ويجنب يبكي؟ أثر فينا، بقينا نبحث في مسائل السرورية هو يساعدنا لحد ما بقينا نناظره. الحمد لله رب العالمين، وربنا يهزمهم على أيدينا بفضل الله. الليلة بعد ما طفش مجلس السعودية معاه واحد اسمه إبراهيم مصطفى عبد الرحمن شغال معاه، الرجل ده سروري تكفيري. أنا مشيت له في بيته في مكة المكرمة هناك وجلست معاه، أنا ما عارفه سروري الوقت ده قبل 10 سنة. فقاعدين في الغداء مع إبراهيم مصطفى ده، عرفت كلامي؟ بناكل تيت تيت، قالوا دي رسالة من العلامة. علامة منو؟ قال سلمان العودة. اشتبكنا بعد ذاك اشتباك عنيف جدا، حتى الشاي ما شربناه وتخرجنا، المهم البرنامج باظ مره واحده. فعرفت انه زول ده سروري. اثر في وليده ادريس عبد الله. كان بيتكلم عن التعاون مع السروريه، لما نبكي ينكروا يحرموا، لما نبكي. الليله عنده برامج في طيبه، بيرسل لهم من هناك مسجله عندي بصوته، عرفت كلامي؟ ده واحد. اثنين، عمره اثنين، بيشكر في عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم، والله موثق من صفحة وليد إدريس الشخصية، يشكر فيه. ده الزول اللي كان بيزم محمد الأمين إسماعيل عشان بيمشي مع السرورية، ولما نتكلم في الموضوع ده لما نبكي، ونحن ذاتنا كنا بنبكي معه ببكائي. الليلة بقى هو ذاته يشكر فيه. لما طلعت كتابي في الردع على عبد الحي رسلته له، هو الزول، هو واحد كان شيخنا تاني خالد أحمد خليل بالسعودية، قلت لهم يا أخي راجعوا لي، يمكن أنا أخطأت، أنا ما معصوم. الليتنا انتقدوني في الكتاب. وليد ادريس بعد ما اتكلم كلام كده ملولو في النهايه قال بس ده ما وقته. اها، وقته سنه كم؟ انا دار اعرف. الرد على عبد الحي يوسف ادوني تاريخ، تاريخ الصلاحيه، الانتاج والانتهاء، بيتين. ناس اغبياء ولا شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيدي بلساني بقلبي، حديث معروف. ما قال وقته 2012 و2022، الوقت ده كان شاكي. مشى جاء جاي قبل الفاتت، حصل نقاش برضه بيننا، قال يا اخي الخروج على الحاكم ما حرام، جوزوا الامام ابو حنيفه. يا ابو حنيفه انت ما كنت بتحرم وبتبكي؟ الليله بقى حلال كيف بعد ما مشيت لذاك وجيت راجع؟ انا ده افهم. شوف لو جوزوا ابو حنيفه، لو جوزوا مالك، لو جوزوا الشافعي، لو جوزوا ابن حنبل رحم الله الجميع الائمه، لو فرضنا جدلا جوزوا ما جوزوا، لكن لو جوزوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع للامير، وان جلد ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على اميري قيد شبر فمات فميته جاهليه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الى متى الا ننبذهم بالسيف؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الليلة بقى حلال، الليلة بقى حلال، بقى يشكر محمد عبد الكريم إن صفحة وسغناه صورناه. جات خلاص، نختم بعد الصلاة نواصل. رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، ف
وليد إدريس عبد الله رجل منحرف انحرف إلى منهج السرورية ومنهج الخوارج وصار يزكيهم ويجالسهم ويماشيهم، وكل واحدة من هذه كان السلف الصالح يبدعون بها بشرط أن يعرف المبدع أن الذين يماشيهم ويجالسهم من أهل البدع، وهذا الرجل يعرف ذلك بدليل أنه كان بيحذرنا منه، هو كان بيحذرنا منه مشدة التحذير، وسبحان الله حاله يذكرك بحال عبد الرحمن حامد كان برضو بيحذر من السرورية والمشي معهم، والآن بقى واحد من أعضاهم وبقى يسنى عليهم ويسنى على حسن البنا ويجيبهم لحد درسه في مسجد كشومة ويسافر لهم لحد الكويت ويسافر معهم لحد غرب السودان ويسنى عليهم. ونحن نستفيد شنو من الكلام ده؟ نستفيد إنه جرحنا رجل مجروح بعبادة لله عز وجل نتقرب بها لله. نستفيد أيضا أن لا نسلك سبيل هؤلاء لكي لا نضل كما ضلوا. الناس ضلوا ليه؟ ضلوا بسبب شهوات الدنيا وبسبب الجلوس مع أهل البدع والطمع فيما عندهم، فأخذوا مناهج أهل البدع وضلالات أهل البدع والتزموها وضلوا وابتدعوا بذلك. فالناس تحذر يا جماعة، ما جالس ليك زول من أهل البدع، لا سروري لا صوفي لا قادري لا سماني لا تجاني لا أنصار سنة لا أخو مسلم لا حزب تحرير لا أي حاجة، ما تقعد مع زول. عشان كده ابن كثير نقل عن السلف الصالح قالوا الصاحب ساحب بيسحبك طوالي، فما جالس إلا زول مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. الثالث أيوب موسى وقد جرح ونزف. الرابع خوجلي إبراهيم رد عليه الشيخ أبو بكر في ردوده الصريحة على كتابه الباطل، يعني خوجلي الذي يسمى زعما بالنصيحة هنا في محطة واحدة سامراب، وده زول منحرف تماما يزكي عبد الحي يزكي سيد قطب، والآن هو أحد قيادات أنصار السنة وأحد قيادات المجلس العلمي بتاع الهواري، زول ذاته خوجلي وله من البدع والأباطيل ما الله به عليم، لكن عنده دورات كده بيعملها ويبيت معه الطلبة وغيره يسوق بعض الطلبة الدارين الخير لكن ما فاهمين حاجة من الجهلة، يلمهم حوالينه ويخرب مناهجهم، يغشك يقول لك تعال تحفظك القرآن وتعال نحفظك الصحيحين إلى آخر، تمرق أنت بغادي مبتدع طوالي. فزول يحذر من هؤلاء ويحذر من الدراسة على يد هؤلاء الناس الحزبيين وأهل البدع من السرورية والأخوان المسلمين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ده الكلام اللي أنا دار أقوله، أفتح الفرصة للمشايخ شيخ شهاب وبكر وغيره من المشايخ، ثم الفرصة بعد ذاك للحوار إذا في حوار أو نقاش أو أسئلة. وأنا تكلمت في وليد إدريس ده لأنه أنا قبل كده زكيته كثير، وأنا زكيته لأنه كان كويس، لكن لما انضل وجب جرحه وبيان حالي للناس، بقى شيخنا بقى أبونا بقى حبوبتنا يرد عليه طوالي. والرجل ده الآن منحرف تماما يزكي السرورية ويمدحهم وما يرضى الرد عليهم ذاته، تلولو ساكت. قال كده من احنا ما قلنا كده، ولا اخواننا ذاتهم ما قال في زول فيكم قال الدين ده اللي عند الجماعه دي، خلاص ما في زول قال، يبقى هم ليه يجيبوا؟ احنا ما قلنا كده، الدين هو بالكتاب والسنه، لا عين ابو بكر لا عين شهاب لا عين اي مزمل لا غيره، الدين هو بالكتاب والسنه، ما عندنا احنا احنا بننقل بس ننقل بس للناس ما علمناه، ونحن ما علماء ذاته، بس لقينا ايه تعلمناها بنوريها للناس، ما تعلمناها بنقول الله اعلم، ما في احد. الدين هو في الكتاب والسنة، والسلفيين هم أصحاب الدين وأصحاب المنهج الصحيح، هم أصحاب الدين والمنهج الصحيح لأنهم التزموا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. شيخ في ناس بيقول لك ناخذ العلم من وين؟ بس كل المشايخ دي يعني كل
يتبون الوضع. ما في طريقة إلا نأخذ منهم صور السنة لأنه عندهم شنو؟ عندهم معاهد. الله المستعان. والمشايخ نحن ما دقينا بهم الدلجة، هم دقوا براهم. صح ولا ما صح؟ صح. محمد الأمين إسماعيل ده براو سوى سواته دي. هسه قال له عمل درس في شرح ظلال الغرام منه. نحن قلنا له؟ نحن قلنا لا، قنطرنا قلنا له سوي سوى بعد ذاك دقينا بالدلجة ولا هو راو دق كسر خشمه؟ هو براو أصلا. هو براو مشى مع السرورية. لاهثوا وراء الدنيا وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. عرفته؟ وبعد ذاك باقي الشيوخ كلهم براهم ما سالناهم والله ما بزول. قال لي شيخ امشي ظل او امشي معي هيا تراس او امشي جيب دينار كويتي ولا غيره. طفشوا براهم. بعد ذاك نعم لقاهم طفشوا وعاملين فيها سلفيين لكن هم بعيدين من السلفيه. واجب علينا نحذر من المنكرات بتاعتهم دي. عرفت الفهم كيف؟ خلاص. فنحن ما اسقطناهم، نحن هم براهم سقطوا. براهم. هسه محمد الصبا ده نحن قلنا له سب الصحابه؟ في زول فيكم قال لي كده؟ براو هنا في دورة السامرة بدي قال اقتتلوا بالسلطة وشنو ما بعرفه. وبعد ده بيجي يعمل محاضرات ويجيب كتب ومصنفات اقتتلوا وتحدى الناس ورررر. براو فعل الفعل. قلنا له توب، قال ما بتوب. نرد عليه، ردينا عليه. فده ده الحاصل. وكذلك باقي الجماعة شيوخ المعاودين وغيرهم. فأما العلم تاخذه من العلماء. شيخ العثيمين ذكر الحتة دي في شرحه للحلية، حلية طالب العلم. قال الافضل الزول ياخذ العلم من العلماء. ما في علماء في بلدك تاخذ من طلاب العلم على المنهج الصحيح. ما في، قال تستمع لتسجيلات واشرطه العلماء درجه كده عملها بالتدرج. ما لقيت، قال تقرا من الكتب وتسال. خلاص. وتسال فيما اشكل عليك تتصل وكذا وكذا وكذا. شيخ مثلا هاشم ده بيقول برا انه يعني الناس ما يعني ما تخش اليوتيوب او بكر تعوي الاعداد نسل اللي نخلص كده ما قلت لهم تعالوا نسل في النهايه عشان نفتح نسل اللي كده حتجر كل سؤال حيتفرع عن سؤال ثاني. خش يا شيخ. شاب اللي عنده قالها نزار هاشم بيقول شنو؟ قلت لك نزار هاشم يعني بيقول للشباب اصلا يعني طلبته كلهم يعني هجرونا الناس المعنى بيقول ما في سلف الا نزار هاشم. ويعني احنا عشان ما بنسمع لنزار هاشم او كذا بيقول لنا يا اخي اسمه لازم نزمل ودين خلاص هجرونا وكلام زي يعني. ثاني من واحد من الاثنين انا سمعته يعني كان في اليوتيوب كان يعني بيسيء عديل بيقول يا اخي مزمل وبكره اداب بيه السفهاء وبقول بيه المنافضين بقول كلام يعني بالشكل ده بقول سفهاء وبقول منافضين. وقال ثاني شنو؟ قال السفهاء وقال منافضين وكلام من النوع ده يعني نفس الكلام. تكفير المروحه. طيب يا معلم، اول حاجه عشان انت تفهم القضيه ذاتها. ها؟ قال انه يعني الولد الزور كان دق عليه تليفون قال لي مزمل مثلا شيخ ربيع قال له نزار هاشم ما بدل التوحيد قال طرب قال دي المنافقين ودي السفهاء وكذابين. ده الكلام اللي قال. اول حاجه انت تفهم المساله، ربنا قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. دعوة الرسل كلهم الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ومحاربة ومصادمة هؤلاء المشركين. ده دين الرسل كلهم بلا استثناء، ولا رسول ما شذ بالحتة دي. كل الرسل والأنبياء وكل الدعاة والصحابة والتابعين وتابع التابعين كلهم العقيدة ده الأساس. لكن ما الأساس ساكت كده شعار يعلقوا العقيدة أولا لو كانوا يعلمون مثلا، وتلقاه ما شغال. دعوة إلى التوحيد ومحاربة للشرك وأهل الشرك من الصوفية وغيرهم. وده الحاصل على نزار هاشم. ما في في دعوة التوحيد ومحاربة الشرك ما في في ما في. فأنا ما أعرف ده أول شيء نثبت له إنه سلفي كيف. السلفية هي متابعة لدعوة الرسل، ودعوة الرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي عند نزار ما في. انت اول شيء اثبت لي انه نزار ده سلفي. اما الورق
والتزكيات اللي ادوها له العلماء ذاتهم اللي ادوا التزكيات دي افتوا فتاوى قالوا في الناس دول ما يحتمل على التزكيه وانما يزكيك عملك. ده كلام عبيد الجابري وده كلام محمد بن هادي وده كلام سليمان الروحيلي والشيخ ربيع وغيره من العلماء. وربنا قال كده قبل ذلك كلهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ده اللي بيزكيك شغلك في الدعوه بدعوه التوحيد. دي عند نزار ما في خلاص دي عنده ما في ما التزكيه دي ما بتغني عنك اي حاجه لانه الزكاك ده صح عالم لكن ما معصوم. انت خدعته نزار هاشم كذب عليهم هم زكوا شافوا من حاله الخير وسمعوا عنه الخير من خلال الاشاعات اللي بيطلقوها طلبته القليلين جدا او اسباب اخرى ظنوا الخير زكوا لكن الواقع خلاف تزكية العلماء. بل مش هو ما شغال دعوة توحيد انت شغال توحيد بوقفك بحجج واهية انت زكاك منو زكاك العلماء لا اقعد ما تدعو للتوحيد. عشان كده قال ذاته في معنى كلامه انه ما يجوز لك تعمل نصيحة في التوحيد الا اذا كنت عالم او كنت طالب علم شنو مزكة. ودي والله يرد على الشيخ العثيمين في اكثر من 3 فتاوى في مجموعة الفتاوى بتاعته لما شرح حديث بلغوا عني ولو آية. قال لبعض الناس يشترط في الداعي أن يكون عالما بكل جوانب الدين حتى يدعو إلى الله. قال هذا كذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وإنما يشترط للداعي أن يكون عالما بما يدعو إليه وليس عالما بكل الإسلام. فهمت الحتة دي؟ فدرد على نزر هاشم. رد ثاني على نزر هاشم على مثل منهج نزر هاشم في كتاب بيان ما في نصيحة الروحيلي من الخلل والإخلال. إبراهيم الروحيلي من الخلل والإخلال رد الشيخ ربيع على إبراهيم الروحيلي المنحرف وليس سليمان الروحيلي العالم السلفي. فده قال ما في زول يجوز له يشتغل دعوة إلا إذا كان عالم زي كلام نزار هاشم. قام شيخ ربيع قال له إذا قلنا بكلامك ده هنعطل الدعوة في غالب الدول الإسلامية. قال له لأنه غالب الدول الإسلامية ما فيها علماء أصلا إنما هم طلاب علم يحملوا هم الدعوة وشغالين دعوة. فإذا قلنا لابد تكون عالم رباني لتعطل دعوة التوحيد في معظم البلدان الإسلامية. دي نفس شبهات نزار هاشم وقصده منها يعطل الدعوة دي أصلا وما داير زول معاه ذاته بالساحة. عشان كده لما زاروا ناس منو ذاك أبو عمران وما أعرف مين ومين وعبد الله ومين باسطة اتلموا معاهم خلاص اتلموا مع الجماعة ديل فبقى يزكوا في نزار هاشم. قام سالوه اظن من ابو عمران شيخهم ده قام ردم من هو من زكاه ما مجهول ردم وردم هو ما بيعرفوا ذاته لانه ما داير اي زول بالساحه. قال لك حامل رايه شنو السلف في السودان تفتح الموقع بتاعه قالوا شرح كتاب التوحيد فاضي. هو ان شرحت كتاب التوحيد هل كده كفايه دعيت للتوحيد زي ما هو ظاني؟ اول ما تقول له ما بتكلم في التوحيد يقوم يرسل لك شرح النزار العباسي شنو ما عارف حفظه الله ابن مين ابن مين تقول يمني خلاص ابن مين ابن مين العباسي اللي الاصول الثلاثه ده ما هو لكن التوحيد ان احنا بس ده هو شرحت التوحيد قبل 17 سنه خلاص ده هو خلاص كملت التوحيد. تكون شغال تعارف المشركين ديل محمد المنتصر الازيرك ده شغال والله بقوه وبرجاله ارجل من نزار هاشم ذاته في طرحه لباطله. داك مندس قاعد وينه؟ خلي الكلام في التوحيد الدين له كلام في الوضع ساكت. دعوة في أي حاجة في الإسلام ما في. عشان كده أغلب طلبته مش الناس البعيدين عن نزار طلبته المقربين أغلبهم ما شافوا وأنا ما أعرف ده وينه قاعد. أي زول يزكي نزار هاشم أدي أول سؤال هل رأيته؟ نقول لك ما شفته. طيب ده كيف؟ دي جامعة المستقبل ولا التعليم عن بعد؟ فده ما في نزار هاشم ده ما في. اما نبذوا لنا منافقين وخوارج المنافقين وخوارج جزاه الله خير ادانا حسنات ما في حاجه وانا مبسوط جدا انه بينبس فينا. اصل احنا ما عندنا ذات واعمال كثيره خليه ينبذ الحسنات تجي والسيئات نكبها فيك. عرفت كلامي؟ بس ما في اي حاجه. وبعدين خاشي في مجموعات كده شفع بتاع انه مجموعه شنو مجموعه شنو يشكروا فيه الليل والنهار نزار هاشم ابن مين العباسي ابن مين. والله ده ما دين يا جماعة. الدين ده تقول قال الله قال رسوله لكن بس شغلتك كلها تكون زي الصوفي قاعد بس أشكر لك شيخ إن بقى شيخك ده عالم ذاته
ويومك كله بتشكر في الشيخ ده وما تشكر في الله وما شغلت ترفع راية التوحيد، همك كله بس ترفع الشيخ ده، ده ذاته خلل في التوحيد لو انت بتفهم التوحيد، ده ذاته خلل. ثم انه في ناس شيخ ربيع عالم وامام، لكن في ناس عاملين فيها سلفيين عندهم غلو في شيخ ربيع ذاته، وعندهم غلو في كثير من مشايخنا ذاتهم. يا اخو واحد قال نزار هاشم زكاه الشيخ ربيع، فمن زكاه الشيخ ربيع فلا تطعنوا فيه او فلا مطعن فيه، كلام ده صح؟ الدين قران وسنه دليل. هل لو شيخ ربيع ذاته سمعوا بيرضاه؟ ما بيرضى كلام زي ده. يعني زول زكى شيخ ربيع بقى معصوم يعني الزول ده لانه زكى شيخ ربيع، شيخ ربيع ذاته ما معصوم، خليه زول زكاه ولا ده ما حق؟ ده حق يا اخي. يا اخي صحيح البخاري الصحابه زكوا لهم زول في الغزوه قالوا ما اجزى ليوم احد مثل ما اجزى فلان، النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم قال انه من اهل النار. الصحابة زكوا وديل أعلم من العلماء، شك الصحابة ديل علماء الليلة كلهم إلى يوم القيامة. النبي قال زول ده خايش النار برضو. فكونه يزكى الرجل بس كذا ما معناته زول ده معصوم ولا معناته هو كويس. ممكن عالم يزكيك وانت غشيته، انت مجرم، تكون زي نزار هاشم ده ما شغال وبيعطل الزول الشغال، بيعطل وبوقفك من الدعوة بتاعتك. ده الحاصل. وين شاب ابو بكر؟ ها اي في الجامعة نحن انا قام كان صرصونه منهم معي طوالي بقول لي يلا انا وريت انه محمد مصطفى نايم مع الشيخ مزمل اختلف في انه نبذ الصحابة وكذا، وريتهم مقاطع واي حاجة، وريتهم ردكم ورد الفوزان. قام قال لي ناس مزمل ديل وابو بكر ما خلوا محمد مصطفى جنة اصلا. قال لي اصلا هم كانوا دارين مناصب في الحزب وكذا، قاموا ما خلوهم قاموا يشاهدوهم كلهم. ما عندنا حزب يا جماعه نحن، وكافرين بكل الاحزاب والطوائف والجماعات والطرق، ما في خالص. وقعدنا حاريب اصلا محمد مصطفى ومنتمي للحزب بتاع انصار السنه، قال انا احد المؤسسين للجماعه انصار السنه، وقال هي الاصل في الدعوه في السودان، قال الدعوه اصلا دعوه المركز العام مش كده؟ والواجهه السلفيه الوحيده قال شنو المركز العام، ولانه هو الواجهه اللي بتدي مرتب للموضوع يعني. والله جد خلاص. فنحن ما عندنا حزب ولا عندنا مناصب ولا عندنا اي حاجه، احنا ناس كل دول شغال، ابو بكر مدرس وانا شغال في السوق، وشاب شغال برضه هناك في الاسبيرات، وده شغال وين؟ الناس بتتلقط في حلقه، تلقطنا في لغاب، نتلقط بعدها كل دول بيشوف بيته ويشوف مراته ويشوف عياله، ما في حاجه، ولا عندنا حزب ولا عندنا اي حاجه. واي زول فينا اليوم يتلكلك التانيين بيخبطوا. والله اي زول يتلكلك فينا وقامت عليه الحجه ونصحوه بتاع بيتردم طوالي. هسه ما في ناس كانوا معانا طفشوا اتردموا صح؟ نحن زادنا لو في زول فينا وانتوا زادكم، اي زول يتلكلك وضيع الدين بيتنجم. كان نحن زادنا ما ردينا عليه، ربنا بيصلت له وناس يردوا عليه، ما في اي حاجه. وانا ذاته لو ما الناس قال لي امشي اتكلم ما بيتكلم. لكن بمشي حتات تانية ما اقدر اقعد هنا واتكلم والزعم الشغله، المجال فاتح للدعوه في اي حته بتكلم. والله احنا عندنا التخصص لا من جامعة المدينة ولا من جامعة الهند، انما التخصص التوحيد والعقيدة. الهواري ما عنده شغلة في الكلام في التوحيد والعقيدة، عمل محاضرة كبيرة لما لها جماهيرا صار السنة عن حبوب منع الحمل. هذا التخصص دعوة هو. وشنو عنده محاضرة يقول لك في بيئة مين ما جاء من السعودية؟ ما عارف شنو كده أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ولا شنو ما عارف؟ لا في بيئة كده بس عامل بيئة زي أبو الزنان. خلاص؟ لا في بيئة. نحن بنعرف الدعوة دي التوحيد ومحاربة الشرك، والشرك ده أكثر ناس بينشروا الصوفية ديل. دول بيضرب في الناس ديل وباقي منهجه صحيح ده أخونا. بيضرب في حبوب مانع الحمل، ده ما كانوا هناك مستشفى مامون حميدة أو الإسبيتاليا أو مستشفى الدايات، ده ما داعية.
عرفت كلامي؟ فالهواري ذاته يثبت لنا انه هو ذاته داعيه، انه يثبت لنا انه سلفي، لانه شيخه الاول والاخير اعظم شيخ درس الهواري اسمه السحيباني، وقد سحبه الى البدعه، درسه في السعوديه، والهواري كتب بيده قال السحيباني شيخي الاول، موجود في موقع جماعه انصار السنه جناح الاصلاح. الهواري قال وكتبه الاول، وقال كتبه قال شيخي ده اول واحد محمد بن ناصر السحيباني، وجابوا من هناك للمزات وساقوا لحد الهواوير دار يضلل به، واهله هناك عرفت ودلهم هناك. والسحيباني ده اصلا داعشي بيمدح داعش دوله الخلافه السجم رمادي، وبيشتم العلماء ناس الفوزان وشيخ ربيع اللي تكلموا في داعش، عرفت كلامي؟ وزول تكفيري، ويمدح الاشاعره ويمدح شنو؟ واثنى على الثورات ذاتها، موجود في اليوتيوب، وشاب ذاته السحيباني ما زول كبير عجوز، ده شيخ الهواري الاول والاخير، ولله للهواري بيمدحوا، وجاوا هنا الخرطوم ودى الهواوير هناك. ده الهواري اصلا هو اخو مسلم، اخو مسلم لانه شيخه ده اخو مسلم وحمل منهجه، عشان كده في المنبر بيشوت الحكام الهواري نفسه. ما انت اي علاقه بالسلفيه، خليك مع معنا الحمل وكده ان شاء الله يعينوك في مستشفى الدايات، لكن الدعوه دي انت ما عندك معاه شغله، واي محل ترفع فيه ضنبك بنقصه لك، هواري ولا غيره. في واحد الخامس الرابع الماجر احنا اسمه منو؟ ايمن عبد الحميد، ده تابع للحلبي، تابع للحلبي زينا صلاح جوده وجماعه ديل، والحمد لله ربنا نهاهم، لكن هم قاعدين يفرفروا في المنطقه دي، دول شاب والسامراب دول ضال تابع للحلبي ويحمل منهج وفكره الحلبي، والحلبي معروف تسكتوا لرساله عمان مشى قال انكر حته وحده الاديان، وانكاره لها ما كان صحيح لكن كويس، جدلا وتنزلا عافيناك من وحده الاديان، انت اسند على رساله عمان، ورساله عمان ما فيها وحده الاديان براها عشان تنكر دي براها، فيها التحاكم الى الديمقراطيه، فيها التحاكم الى قانون الامم المتحده، وكلها كفر كفر عديل، اثنى على المغراوي، على حمد حسان، على حمد حسين يعقوب، ده الحلبي، ووضع قواعد باطله، وعنده منهج المرجئه، اصلي منهج المرجئه عنده، زي ما افتوا فيه كبار العلماء، فده زول منحرف، ديل تابع له، سيمان عبد الحميد ومين ومين تابع له. وهو جليس خوجة لده ذاته، ايمن عبد الحميد جليس خوجة لده، والسلف قالوا عن المرء لا تسأل وابصر شنو؟ قرينه، ان القرين بالمقارن يقتدي، وقال السلف الصالح يتكاتم اهل الاهواء والبدع كل شيء الا الصحبه، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا الفته، فتجوه ماشي مع منوز ولا ماشي مع ناس نقد اشيوعي، ماشي مع ناس خوجلي ده سروري، ماشي مع ابو خليل ذاك ده حزب تحرير، شفت كيف؟ ما سمع يا تراس ده دينار كويتي، اي زول ماشي معاه وتعرف طوالي ده معاه طوالي، وده منهج السلف كده. والله الشيخ ربيع قال الناس صنفين، قال صنف معرض عن الحق تديه الحق وما دايره، الله قال ما دايره، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ما السلف قالوا ما دايره، قال ده ما تناقشوا ولا تنصحوا، قال لأنه ضيع وقت، قال وقتك ده تستثمره في النوع الثاني الزول بيبحث عن الحق ومتجرد لكن ما لاقيك توصل للحق، ده أولى من تمشي تناقش لك انصار سنه بياخذ ليه شويه مرتب في المركز، اصل احمد عباس قال ادوا مكتب في المركز العام عقبال الكرشه وحاجات ثانيه، خلاص ادوا مكتب، مع انه كان في حلقه 17 تذكروا يا انصار سنه يا ملكلك ارفع اصبعك صح ولا ما صح؟ الان ادوا مركز ما مكتب في المركز العام يا مان نازل مجانين ولا الزول امبارح كان بينكر حاجه الليله بس بعد 10 ساعات بقى شنو؟ بقى يثني عليها وبقى جواها ذاته، احنا زي ناس غريبين؟ كلهم لاحظ انت رجع الشريط لورا قريب قبل شهور ولا سنين، عبد الرحمن حامد كان يتكلم في السروريه لما نبكي ويقول محمد الامين اسماعيل فرج فينا الناس وماشي مع السروريه وديك العده، الان بقى في ديوك كتار؟ صح ولا ما صح؟ هو كان بيقول كده، وشوف شيخنا كان زمان شيخنا ده اللي اسمه وليد ده، والله يا جماعه انت ما وصفت لك ما بتتخيل، الزول يتكلم في الشباب اللي بيعتكفوا مع محمد عبد الكريم يفور ويبكي نجيب له مناديل درس، والله العظيم جت الليله بقى يسكر فيهم
ويمنع الرد عليه وبيقى ماشي معهم وشغال معهم. ما الذي تغير في هذه الدنيا؟ أنا ده أفهم يا جماعة. عشان كده أسأل الله الثبات يا جماعة. كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء الدعاء ده، وجاء يا مثبت ويا مقلب بروايات. فسول يدعو الدعاء ده كثير ربنا يثبت. آه شاب تعال أبو بكر. ها؟ ايوه شيخنا انا عندي محارمين بيقولوا بيخلوا مع الهواري، قلت ما ادري يعني انا هواري وفين معاه، قالوا على الهواري ده عالم وعنده علم. انا ما اسمعك زوجتي انت منعت زوجتك وامتنع، ده خير كبير. امي ما قدرت عليها فاطمه من العلم، انا هواري وفين معاه انصحهم، بس اذا رفضوا خلاص خلاص ما انت عملت اللي عليك، بس واليهم بالنصيحه كل مره في الوقت المناسب، لانه دير ارحامك واهلك وامك واخوانك وكذا، واليهم دائما بالكلام الطيب، قول لهم الله يدركم الخير. اسمعوا قول لهم للفوزان، اسمعوا للالباني، اسمعوا للعثيمين، لابن باز، لكذا لكذا لكذا. وفي النهايه يعني ما بيضروك حاجه، انت ما انت عملت اللي عليك، استجابوا للحق استجابوا، ما استجابوا انت عملت اللي عليك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، دي بتينا الآية دي، لما تكون دعيتم للمعروف ونهيتم عن المنكر وأبو. هنا ربنا قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما بضرك حاجة، أي ما بضرك حاجة. ما لك يا فارس؟ الشيخ الحواري قال تركاته في العشاء والله بطريقته، إن دكتوراه إن دكتوراه في القرآن، في تفسير القرآن، في النهاية زول ضال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أهل البدع، شوف لما تكلم عن الخوارج في رواية في صحيح مسلم قال يخرج أناس زلقة ألسنتهم بالقرآن. زلقة يعني قالوا، لا رواية مسلم قال أناس يقرؤون القرآن ربا، ورواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة زلقة ألسنتهم بالقرآن، يعني أمهر ناس من أمهر الناس بالقرآن. بعد ده قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما يغرك زول بدكتوراه او بحفظه او بكذا طالما هو مبتدع وزول يدعو الى البدع والى الضلال، ما يغرك بالكلام. بس عبد الحي ده ممكن يكون لسانه نوعا ما فصيح، وممكن يكون نوعا ما يبهر الناس ببعض الفصاحه وبعض الخطابه، لكنه من اضل خلق الله سبحانه وتعالى، من اضل الخلق عبد الحي يوسف. تجوز الحنه يا شيخ لمين ذا؟ المهم زول ضال، بس زول ضال ضلال مبين، ضلال واضح. والمعلومة دي ما في زول أنصار سنة يقدر يقول لك، لا دكتور خالد لا العدسي لا الهواري لا عبد الرحمن حامد، ما في زول يقدر يقوله في الملأ. واحد من أخواننا قبيل جزاه الله خير زول فاضل قال لي مشيت للعدسي براي فسألته من عبد الحي، قال المهم طعن لي في عبد الحي، قال لي قلت له انشر الكلام ده، قال لي دار تنشره ليه؟ قال لي يا اخي عندي ناس دارين يعرفوا، قال لي جيبهم لي جيبهم لي. اي رجع طيبه، اي شيخ ابو بكر قال لي شافوا صدفه كده في طيبه شغال. الموضوع يا جماعه مواضيع لما تبقى فيها كاش وفيها دنيا والله دي مصيبه كبيره، خلاص والله مصيبه. والنازل النازل لو توكلوا على الله والواحد مش اشتغل الله بيرزقه، لكن الواحد بس ده يقعد كده ويده ناعمه، عرفتها؟ يقول لك انا مفرغ للعلم، وما هو مفرغ للعلم، قاعد يقرا كتب محمد حسين يعقوب، علم بتاع شنو؟ ما عارف العلم يدربه بوين ذاته، مفرغ للعلم، تلقى قاعد ما شاء الله لما يبقى حاجه كده غريبه جدا، بل 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 بالراحه، وهي حرب التوحيد زي ما قال لك اخونا. الشيخ الله يعطيك العافيه، فهذا الفهيد بين ملحق السعودي والسروريه والسعوديه ما بعرف هذا الفيد منه، ما بعرف والله. هو حزبهم كله بدعة، بعد داخل ما في مناصب برضه بدعة، إن في مناصب برضه بدعة، هو حزبهم ذاته قائم على البدعة، ناس بيحاربوا التوحيد يا أخي، يكرموا المشركين يا أخي، يبوا شيخ الطريقة السمانية يكرموا، والصائم ديما يكرموا القاعدة لسه الجديدة كرموا جوا المركز العام، الصادق المهدي مدحوه
قالوا لأنه دكتور إسماعيل عثمان أصلا أهل وأنصار، قال شغلة بقت قبيلة قبيلة يعني زول أهل وختمية يقوم يكرم يجيبهم في المركز العام، أهل وشيوعيين شغلة كده، ده ما دين، ما عنده أي علاقة بالدين شغل أنصار السنة. شيخ ربيع زمان قال جماعة أنصار السنة المحمدية سقطت في السودان، سقطت في مصر، سقطت في كده، وكلامه صح. شيخ مقبل بحارف فيهم من قبل أكثر من 20 سنة، أنا ما كنا عارفين كلامنا يا دوب لما بقينا نقرأ تحفة المجيب وكذا وكذا كتب العلماء قديمة، لقيناهم رادمين النازل من بدري. في الكتاب ده الشيخ مقبل رادم الهدية قبل أكثر من 20 سنة، صاق عليك صقع شديد باسمه سبحان الله. هاي قال شحاد متسول وما أعرف شنو كانوا بيجوا التغيير خلاص. نصيحتي لشباب الدروشاب إنه والسمراب يبتعدوا من المنحرفين هؤلاء، أيمن عبد الحميد ووليد إدريس ده كل ما يجي من هناك عمل له عزومة كبيرة في الباسغات وخرفان وجداد وسمك، برنامج طويل جدا وبرنامج بتاع نكات، وعامل فيها زو شاب ظريف زول مجرم ضال مضل مبتدع، عرفت كلامي؟ وليد إدريس. فالناس تبعد من الهوس ده كله وأقبلوا لي على كتب العلماء وشراطتهم ودروسهم وكده موجود بتتعلم. أيوة. محمد سيد حاجة أنا ما بقول هو مبتدع زي ما بيقولوا ناس أتباع نزل هاشم ومين 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 والجماعة ديل، لكن أنا الشيء اللي عارفه عنه مشيه مع السرورية وتسكته للسرورية ده، أنا حضرته بنفسي تاب منه في مسجد الوالدين باللهماب ورد عليهم رد قوي جدا من بالأسماء عديل عبد الحي وماشي وسيد قطب ومين المودودي وحسن البنا ومحمد عبد الكريم وجامع دهاج هيجان عجيب. خلاص أنا حاضر والله على ما أقوله شهيد. أما لو عنده بعض الأخطاء الأخرى الآن ما مطلع عليها وفي زول عنده يجيب لنا لقيناها أخطاء ودائر الرد بنرد عليهم ما في مشكلة، لكن إلى الآن الحاجة المشي مع السرورية وغيره وغيره دي تراجع منها. في باقي حاجات أنا ما عارف أجيبه أطلعون عليها. ما إلا يثبت بتسجيل، ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ما قال وسجلوا، دي ما في الآية، في الآية في دي ما في، قال بينوا، يبين للناس، بين للناس في كاميرا سجلت خير، ما في خلاص. بس الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، سجلوا دي ما قال بعدك في تسجيل خير وبركة، ما في برضو خير وبركة، ما زول بين للناس أما ملأ من الناس قريب 1000 قال كده وانا كنت ممشي مع الناس زيل وخليتهم واو خلاص كفايه في الموضوع ده كفايه، لكن اذا عنده باطل ثاني جيبه نسمع ونشوف الحاصل. عنده تسجيل دكه فيه محمد سرور وجاب مين من التقدم من السعوديه وكده، جيبه نسمع بس جيبه نسمع. حرب السروريه التسجيل ده حرب السروريه التسجيل ده، لكن عموما انتوا ارجعوا للعلماء واسمعوا ليه أشرط العلماء وكتب العلماء، سبحان الله يعني العلماء ما خلوا حاجة إلا شرحوها وبينوها للناس. واحد قال محمد علي من اسمه عندنا أبو طالب وما في زول بيقدر برد عليه أصلاً. دخلي النوع زي ده، ده زول متعصب وجاهل وده حوار عبارة عن حوار. خلاص وحمار، فما تباري زول زي ده ولا تناقشه. ما تباري ولا تناقشه، ولا تناقشه ذاته. زول يقول لك أنا أصلاً ما بخليه، وزي ما واحد قال أنصار السنة حزبية وأنا أموت في حزبية أنصار السنة، هذا شو يقول أهبل ذاك خلاص، فده برضو ما تناقشوا خليه ولا تخش عليه بصفحته عشان ما يفتخر يقول أنا عندي كم ألف في الصفحة وكم بيت في الصفحة وغيره، ما تناقش الناس زي يا أخي ناظر شنو يا أخو عارف شنو يا شيخ، والله ما عارف أي شيء في الإسلام، عرفت كلامي؟ ما عنده علاقة ذاته بريحة العلم دي ما شمها يا شيخ، ده زور ساكت فسباكي تاع فيسبوك والبنات بيشجع عنه. واحدة قالت أنا يا دوب شنو يا مزمن عرفت البنات شنو ما بعرف كده ها متفصمات فوقك ليه، رابعة صورته عامل جاد عشال كده الواد عامل فيها كومارة بشلخة تل ما عندهم علاقة يا شيخنا بالسلفية، ما عندهم أي علاقة بالسلفية، لا دا لا يزري لا وضع الخضر، قال نغمات MTN مع وضع الخضر، لا دا عندنا بصوت الشيخ المبدع، هل في شيخ مبدع؟ خلاص يا وردي، قال بصوت الشيخ المبدع وضعها الخضر نزل النغمة، ده شغل أخوان مسلمين يا شيخ. لما أنا نظرت محمد عبد الكريم ما جيت لدكتور خالي قلت له نظرت والحمد لله يلا غلبه ساكت، أنا قاله حيفرح بالله أيوة
خلاص تجيب لي التسجيل يا شيخ. الحمد لله الله نصرنا. ساكت بعين فيها تاني نازل راكد لهم الحاجة احنا ما عارفين. قمت وضحت ده قمت مشيت له قلت له يا اخي الحاصل كده كده والحمد لله اتفضح التكفيري ده. قال لي ما تقول كده شيخ القران يا اخي. انا قلت بهزر لا زاد كنا دراويش خلاص انا قالوا بهزر التاني ده جادي وضح القدر. قال لي ما تقول فيه كده شيخ القران. قمت ضحكت يعني نظام انه وزود له بهزر التاني هو جادي اكثر مني انا الوقت ذاك. فالناس السروريه وعارفين دريبهم الماشيين فيه لكن احنا ما كنا عارفين لانه كنا بنحسن بهم الظن لانه يما خلينا الصعلقه وخلينا الكوره وخلينا الغنى وغيره مشينا لانصار السنه قلنا ذي احسن ناس فكنا بنحسن بهم الظن في الوقت ذاك بجهلنا في الوقت ذاك لابعد حد. اي والله لابعد حد خلاص. فلقيناهم تاريخهم سروريه اصلا اساسا هم سروريه خلاص تكفيرين. صام بابيجر ده الاهبل ده ما تكفير انت قالوا تكفير يسري الفاتح. انا قلت يسري احمد ابراهيم هاي يسري الفاتح من الاصل اصلا من قامت الجماعه قامت على الانقاذ. والله يمكن في يوم من الايام يكون في دعاة مخلصين مناهجهم طيبه يمكن لكن غايته شفناهم ديل منحرفين يعني ما بنعرف ثاني ما بنعلم الغيب الموجودين ديل منحرفين. تشوف انا الجواري ولا يا اخي الشيخ نظام الفقيري ما رد على شيخ محمد مصطفى عبد القادر الا بعد ما قبل عليهم الكلام ده يعني. وكيف علموا دليلهم شنو على كلام؟ يعني انا ما رديت لله انا رديت لانه هو رد علي دي اللي بيعرفها منه. لا قصدي انه يعني رديت في المحاضره ما عارف سمعتها التميعي دي ما الوقت ذاك ما سب الصحابة وكنا بنناصح فيه في موضوع المركز العام وقال أنا حنجمهم. قال خلوا المسجد ده يكتمل اكتمل قام سب الصحابة وشكل المركز العام. هذول كان بيقول كده أخوانا ذا كلنا كنا بنمشي زلابي وشاي وبرنامج طويل ونعزم يقول إلا كريسبي ضرب الكريسبي لو ضربتها كم مليون كل الليله ضربها في النهايه سالوا مجرد الاستجابه ناس المركز العام قال لي اكلتك المفضله قال كسر بيويكا خلاص المجرم خلاص سؤال كذاب كذب ها يا اخي الكلب لو انت بتاكله بيبقى صاحبك الا مع من وصف ده الكلب الكلب والله. وين يا شيخ ابو بكر شاب انا تعبت والله في ده نختم على كده نمشي. مشاركتي انا ما تعاونت مع البدعه قبل افكر رجل انا ما انكر على اهل البدع زي ما قال لك اي قناه لو قال لنا تعالوا وقولوا الدايرين طيبه غيره اي قناه والله بدع الشيوعيين بنمشي نبدا بهم نتكلم عن لينين وماركس والغنى دي ذاتها باطله وكذا وتشيل كتبك وتطلع عرفت؟ فده ما التعاون مع البدع ده انكار على اهل بدع. افهم افهم زي في حفله هنا مشيت لقيت زول مطرف برا ما خشيت مثلا لقيت سيد البيت برا ناديت وقلت له اتقي الله حرام كده هل تعاونت معه؟ فده ما تعاون. هم العدسي بيجيبوه في قناه طيبه كان بيشرح قال سيره مع احنا النبلاء ويتفاصح عليك مع هذا العالم الشامخ والجبل شنو ما عارفين الا سلف فلان الفلاني وبالله التوفيق انتهي. دي المعاونه مع اهل البدع لانه ما بينكر عليهم بيحكي قصص زي ما ديك بيحكوا وبيحكي لكن ما بينكر لا بيتكلم في اهل البدع اصلا هم ذاته اهل البدع بيقول لك المخالف ما بقول لك مبتدع ما صح ضالين ضلال عجيب. الحلقه اللي عملناها دي صوفيه اهتدوا انصار السنه زعلانين اكثر ناس زعلانين في الدنيا دي حسب ما الرسائل اللي جاتني والاتصالات وجات لاخواننا اكثر ناس زعلانين انصار السنه ما صوفيه اكثر ناس صوفيه زعلانين لكن اكثر ناس اصرنا العداوه والزعل من الحليقه البسيطه دي هم انصار السنه عشان اوريك الضلال بتاع النازل ضلال بين واضح جدا جدا. الله ان شاء الله هي قد يكون في زول اهتدى زول فيه من الحاصل. ما خليه يشتكينا ماله ما في احد يشتكي والناس بتعرف ما يشتكوا ماشي يعني زي مدنا ينضلينا دعوه
الحمد لله احنا شغالين قبلينا ومعنا ناس شغالين ما برانا شغالين زي. وقد يكون في زول ما معروف لاخواننا قد يكون اخلص لله مننا كلنا. انا اكون شغال في حته بعيده في باديه في صحراء في خلا زول ما بيعرفه لكن قد يكون اخلص لله من جميع عباد الله. نسأل الله تكون نسأل الله تكون ها؟ لكن هذه ما معروف نفسه أنا موضوع بتاع أنا ولا حاجة ربنا عيوة الناس واحد من الشباب ما جوزوا الانتماء للجماعات بهذا المعنى كان أنصار السنة رفعوا خطاب لشيخ بن باز قالوا يا اخي نحن جماعه في السودان والسودان فيه صوفيه وفيه كذا وفيه تجانيه وفيه سمانيه وفيه كذا وشيوعي شيوعيين وغيره من اهل البدع والكفر وكذا ونحن مجموعه من الناس منهجنا ندعو للتوحيد نحارب الشرك ندعو للسنه نحارب البدعه ونحارب هذه الاحزاب الضاله والفرق وكذا خلاص فهل يحق لنا نعمل اسم لنتميز من باقي أهل البدع في يعني زي واقع السودان والدول البلدان اللي فيها أحزاب وجماعات منحرفة وكذا بن باز قال لهم إذا كان الحالة كذا ومنهجكم توحيد ونهي عن الشرك والسنة وتحارب البدع وكذا فقال لهم ممكن بشرط ما يكون في عصبية لشنو للإسم وما يكون في حزبية أداهم شروط ذات ما جوا ساكت لكن لما تسأل هناك في السعودية تقول له هل يجوز نعمل جماعة بيقولوا لك حرام لأنه أصلاً هناك الدولة متبنية المنهج السلفي ما يجوز أن تتفرق الناس عشان كده بتلاحظ فتوى الفوزان لما يسألوه طوالي يقول هل يجوز أن تنتمي للجماعة في هذه البلاد يقول لك لا واعتصم بحبل الله جميعاً ونحن لله الحمد في هذه البلاد تحت جماعة واحدة ولا تشق عصا المسلمين لاحظت الحتة دي لأنه هناك أصلاً البلد عامة كده منتهج المنهج بتاع التوحيد وبدرسوا لك من أول ابتدائي من الروضة عرفتها فده الحاصل عشان كده ربنا زاد وفاتح لهم لكن ده جوزوا لهم تحت ضرورة تحت شنو يا جماعة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات تحت ضرورة لأنهم حكوا ضرورة معينة إنه كده وبلدنا فيها جماعات وفيها شرك وفيها صوفية يدعو للكفر وعبادة الشيوخ وكده قال لهم خلاص إذا كان الواقع كده يجوز كده كده لما الناس الجمعية اختلفوا مع ديل اختلفوا في دنيا ما في دين لكن صوروا للعلماء برا إنه نحن برضو قمنا مجموعة تانية عندهم فتوى باسم الجمعية ذاته من بن باز ذاته فقالوا احنا برضو مجموعة وندعو للتوحيد ونحارب على البدع وا 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 الشيخ افتهم قال لهم ما مشكلة اعملوا فديل جاء طرق التوحيد وكرموا اهل الشرك انصار السنة وديلك ناس الجميع جاء ارتموا في احضان انصار السنة تاني رجعوا فيبقى كذبوا على الشيوخ والمنهج اتجوزوا لهم انهم يشتغلوا ويعملوا جماعة بقى الان شنو ما في فرجع الاصل الى الاصل الاول رجع الامر الى الاصل الاول شكلنا من يسألونا جماعة ولا حرام الى الاصل انه حرام واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق عرفته عشان كده شيخ مقبل رد على الجماعات دي ذاته ثاني انصار السنه وشنو رد عليهم ثاني وقال دي على باطل وما يجوز هو عارف فتوى العلماء ديك لكن لانه اللي قوم ما آلوا اليه البدع والضلال ومهادنه اهل الشرك وتكريم الصوفيه والاخوان المسلمين والسروريه وغيرهم فحرم لهم لانه ده الاصل التحريم اصلا الضروره اللي هم كذبوا على المشايخ ما في وكذابين اصلا الناس زين نعم شخص يعني ما 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 بجوز الواحد يعمل له جماعه كذا يدعو للتوحيد وده يكون شغال في حته وده شغال في حته اعمل عشان نتيفك ما هو الكلام ده واضح يا فارس جزاكم الله خير بارك الله فيكم